حبايبي الله يسعد مساكو، طمنوني عنكو يا أحلى عالم. طبعا فاجأتكو أنا على السناب العم أبو حياري. طبعا يا أخوان أنا والعم أبو حياري نازلين اليوم مغامرة راح تكون خطيرة جدا جدا جدا، وهو نزل الموقع هذا لحاله قبل هالمرة، وأكيد راح تذكروا هاي المغامرة وتشوفوا شو صار معه. قبل ما نبلش حكي بدي الكل يصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، وبدي الكل يركز بهاي المغامرة. مدال أبو حياري وأبو يوسف بهذا الموقع راح تكون مغامرة خطرة جدا. راح أقلب الكاميرا على العم أبو حياري، نسمع منه شو صار معه وشو السبب خلاه يحكي معاي وأصر إني أنا آجي نطلع على هذا الموقع. خليكم معنا يا أحلى عالم. عم أبو حياري الله يمسيك بالخير. حبيبي أنت حكيت معاي بخصوص هذا الموقع. صحيح. وأنا بس يا أخوان المغامرين يكون في يعني نزلة مع بعض، اعرفوا إنه هذا الموقع بيكون من أخطر المواقع اللي عن جد إحنا بتمر معنا بهاي المواقع. خلينا نسمع لعم أبو حياري. أول شغلة الله يمسيكم بالخير جميعا، تحياتي لجيش الحبيب، طولت عليكم بالمغامرات زي ما شرحت حبايبي، هي مغامرتنا الغاز اليوم. مغامرتي خطيرة يا أبو يوسف، اليوم رجوعي إلى وادي الرصد. حلو. وادي الرصد يوجد به الذهب السارح، إذا كنت تسمع عن الذهب السارح. نعم أكيد. اليوم راح نتوجه لهذا الوادي الخطير، موجود فيه رصد وفيه الذهب السارح. قبل هيك تحت يا حبايبي على هذا الواد وظهر علي إشي أسود، بس ما قدرت أتمكن بالتصوير اللي ظهر علي، لكن اليوم الكاميرا معاك يا أبو يوسف، واليوم بدي إياك تركز وتسمي بالله ونلبن هذا الواد رحين نصل إن شاء الله، منا بجوز تقريبا مشي 10 دقائق حتى نصل هذا الواد يا أبو يوسف. تمام. بس حبينا نحكي مع جيشنا ونوصل الرسالة للجيش إنه إحنا متجهين لهذا الواد، وادي الرصد موجود فيه ذهب السارح. نقول بسم الله توكلنا على الله دائما ونروح على هذا الواد، نقول بسم الله يا رب. بسم الله. طبعا يا اخوان لا تنسوا دعواتكم، قول يا يوسف انه ربنا يرزقنا يا رب. حدا بكره الرزقه، خلينا نشوف مع بعض. بس ما هو ما بدنا يعني يطلع لنا شيء اغراء زي ما دائما بيطلع لنا، وبتشوف شو بصير معنا ويطلع على راسنا بالاخر. يا رب يا رب. طبعا انتم شايفين كيف يا اخوان، طبعا زي ما انتم شايفين واد خطير جدا، منظر الشجر لحاله مرعب. شايف الواد الغبيك هذا؟ الواد هذا تحتيك هذا مبين او مش مبين؟ احنا ماشيين عليها مسافة بعيدة شوي لنا. اسهل ننزل نزول مع حذر كثير. يا عمي اوعى 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 استعجلش. شوف القدم، شوف الايجر تثبيت مرج، هاي ايجر وهي البصمة، هاي علامة، هاي علامة. هسه الان هاي الصخرة زي ما انت شايفين، يعني أسهل وحطها براسي بطلع لك. بس احنا جايين على شغلة معينة. تمام. نشيل احنا في مواقع كنزية بالمكان الفكين. الواد هيو. من ننزل تحت كمان. ما اقول لك هذا هو وادي الرصد، بس فيش طريق احسن من هيك؟ ما في. عمي ايش
هسه هون احنا يا اخوان فتنا بالرعب. هيك احنا بقلب الحدث. يلا طبعا فكرتك حلوة هاي انك تنزل جنابي عشان تقدر تسيطر على حالك. شايف العشمة هاي يا بيوسف؟ ركز معي. تعال قرب. هاي ايام الحضارة التركية كانوا يزرعوها على باب المساكن. هاي العشمة بسموها عشمة الحية. 100%. إذا بتشوف عشبة زي هيك في المكان هذا، هاي بتصير يعني عمرها بجوز حوالي 200 سنة و 300 سنة يا دوب، تكون قد هيك مرتين أو ثلاث مرات بالكثير هاي العشبة. يا سلام. وهاي العشبة بتعيش على الصخر، بتعيش بدون مي، بتعيش خلص تتغذى على الندى. تصدق عمي شغلي يا أخي، أنا بحب أنزل معك مغامرة لأنه بتحب أنت توضح. تمام. بتحب تنصح الناس من هذا الحكي كمان. ليش هاي العشبة بيزرعوها أيام الحضارة التركية وما كانوا يعيشوا على باب المساكن؟ نعم. هاي العشبة بتبعد الحية، ريحتها كريهة. آه. كانوا يزرعوها على باب المساكن مشان الحياة يبعدن على ما يفوتن على مساكنهم. 100%. هم نايمين. يا سلام. هاي بتعطي زي ريحة كريهة للحية والحية بتبعد عنها. فعلًا لها ريحة هي. نعم. هاي العشبة شايفة هاي. مشان اوصل لك الرساله او شايف يوسف في شيء بيتحرك حوالينا صح؟ طيب شايف يوسف، مشان تعرف هاي العشبه بتنزرع بمسك. ليش؟ انه هي في موقع هون. هاي الزاويه شايفه بين الصخره هاي والصخره هاي والعلامه هاي والتفليك الجرن هاد. حلو هون. ها الله بيصور، والله في صوت جنبي. عمي والله غاد شفت في شيء. غاد 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 غاد. وين؟ ضول معي مش ساعدني. ها قضى. امسك. امسك 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 امسك. امسك. بس انت شو تسمي هذا؟ في شيء؟ في شيء بيمشي غاد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو ما غوز الواد؟ شو بيه بيصير؟ عمي هي هي شايف الضوء؟ اه هي في شيء واقف. شو واقف؟ هي هي شيء اسود. هي 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 كانه طير. هي بتحرك. وين وين بالضبط؟ طلع ضوي وين انا حاطه؟ غاد فوق. هي 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 هي. طب والله يخليك مود علي. ها يلا. قول يا رب. بسم الله انا متاكد هذا ايش بيتحرك. ها ها سامعين الصوت؟ بس قرب ابو حياري. سامع الصوت يا عمي؟ ها سامع الصوت؟ في اصوات بس وين؟ بعدك ماضي فوق. اه هين عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابو يوسف. اه هدف؟ اه طيب لازم ارجع له. طيب هذا ايش هسه؟ خلينا نتاكد منه هذا شو. طيب خلي انا متاكد اشي هذا مش عشبه. لا بسم الله شفته؟ هاي هيني حاط عليه الضوء. هيا عمي هيا هيا مشى مشى مشى. والله بجوز هذا اللي بتحكي عنه يا عمي.
واحد يمسكه. مسكته؟ شو هو؟ هي في شيء بيتحرك فوق عمي كمان. هيو 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 هيو. فوقيك بالضبط. شفتها زي ما قلت لك؟ بين شيء معك؟ شو بين شيء معك عمي؟ شو هن؟ ولا بين زي طيور ما بدريش. تعال تعال اطلع علي بسرعة. خليني افسح لك للدكتور. شو بدي اجيبهن هون؟ انا مش فاهم. طيور انا شفتهم بس مش مش بس شو جاي بتطير هون يا زلمة؟ افتح عمي. خنقتهن يا عمي، خنقتهن. خنقتهن. شوف افتح علي. سمي سمي بسم الله. ايش يكون شيء؟ طب ليش تقول هيك؟ وين راح؟ عم يفتحها على طول. مش رايحين فدن، مش رايحين فدن. ليش يطير؟ شو بده يطير؟ يلا يا عمي شو مالك؟ دير بالك يطيرين. شو بده يطيرين؟ قول يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. شو مالك؟ شو الاحجار يا عمي؟ اذا انت مسكتهن؟ اذا انا شفتك مسكتهن حطيتهن. مش قذفت طيور انا؟ اعوذ بالله مش طراجيم. شو هذا؟ اذا حجر هذا؟ والله حجر. شو مالك يا زلمة؟ ما قلت حولهن حجار ولا اشي؟ هذا متشكك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حول حول حجر، حول طير. وينه يا عمي؟ اي وينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو بيلعبوا بينا؟ يوسف دقيقة. طب روح يا عمي كمان مرة بس دير بالك. عمي سمي يا اخوان كانوا كان ماسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله مش طارجي. انتبه يا عمي دير بالك هلا شو يكون رصد هم. وصلت وكيف صار الحجر؟ في شي غلط، في شي غلط. الله أكبر، الله أكبر. حمام، أي حمام جد؟ هذا الرصد ترى. الله أكبر. أنا متأكد. الله أكبر، الله أكبر. مسكتين؟ مسكت واحد ولا اثنين زي ما مسكت؟ اثنين؟ افتح عليهم بسرعة يا عمي، افتح عليهم بسرعة، افتح عليهم بسرعة، افتح عليهم بسرعة. حجار؟ حجار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
عمي هذا رصد المكان. ايه رصد المكان قاعد بيلعب فينا. معقول؟ اه يا عمي شو بتفكر انت قاعد قاعد تودينا للتهلكه هسه طول ما احنا بنلحق وراهن قاعدين. طيب شو هذا؟ حجار يا عمي شو؟ يا زلمة والله حجار. بس ارميهن من ايدك عمي ارميهن. هيو هيو. ايه شو؟ شو الحجر هذا؟ في شيء غلط والله. يقول هذا ذهب السراح. يقول تعالوا هيا عمي شبل معي شبل معي والله. زي حدك عمي رجع رجع رجع. ما اقول انه هيك يعني انه هيك بصير انه ناخذهن. بدي اخذ حبه. طب هذا الحجر لا تفلته. شو تاخذ حبه يا عمي؟ كيف تحول حجر؟ عمي الجن بيقدر يعمل كل شيء لا تفكر. انت مش غشيم؟ ايه. هذا المكان بسم الله الرحمن الرحيم. واللي رضيت تلعب بينا؟ اه. هذا بيكون حرس. ما بدي ارمي الحجر حاطه فيه. اخر مرة ها. بسم الله. شو؟ تحرك؟ هين. والله العظيم لما رميت الحجر هين هين. هيا عمي هيا هيا وين راحن؟ شفتن؟ هيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحجر قد راح؟ انت رميت واحد ولا اثنين؟ واحد. واحد بس؟ اه دقيقة شوف هاي معي. شو؟ هاي ختم الحجر. جزء عمي غلط رميت الحجر ليكون هذا هو. شايف انه رصد نقا تلعب بينا. اه بيلعب بينا قاعد. هذا اسمه الذهب السالح. تحول على هالطيور هاي اشكال الطيور هاي عشان ما تشكش فيه من مره. بس عمي انا بس هيني اخذت انا اخذت عينه من هذا الحجر. بس انا بقول لا ترجع يا عمي. ليه؟ الرجعه غاد انا حاسها مش منيحه. ليكون هذا متوب احمر. المشكله لازم توب احمر. شو عمي؟ هذا متوب احمر. ما عرفش انت شو اللي انت اللي مرتبه. انا على كلامك مشيت. المشكله الخاتم مش معي نسيته انا. الله اكبر نسيت الخاتم. هذا انا ما بشلحه يا اخوان. انت طفرانين يا يوسف. اضطريت اني اشلحه. انت طفرانين. هذا هو ذهب السارح ابو يوسف. شو الحل؟ بس انا خايف الرجعه غاد مش منيحه يا عمي. معقول؟ معقول يضربنا الرصد؟ انا هيك حاس. بسم الله ولا نجرب ومش عارف. الله يضع عليني يا ابو سيف. ابو يوسف انت ملاحظ ولا حركه؟ بطيء يتحرك. الحجار يا بيوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. طب عمي اجرب اروح عليهن انا. شو رايك؟ تحولين الحجار يا بيوسف. طب اروح انا بلكي ما تحولينش معي. بلكي انت شيء ما بعرفش. انا اول مره بصير معي زي هيك. شو؟ روح. شو رايك؟ روح. اكيد بصير شيء معي. انا معيش الخاتم. ها معيش شيء يحميني. هاي بقول لك هينا جنبك. بك الله بسكي. روح. وين هن؟ طب وين هن يا عمي؟ اذا بقبالك مع قبالك على الثغره. ما في يا عمي. اذا وصلنا ساعه مصور بهن يا ابو. والله ما في بقول لك. طب قرب قرب قرب. ما في هون كانن. انا متاكد مش هو صح. هون كانن. اه بسم الله الرحمن الرحيم.
عينات يا عمي. معقول سمعونا عشان قلت انا بدي اروح اجيب وين؟ بسم الله يا اخوان عن جد كان هون في شيء له نثر. ليكون جنبك انت بشايفه. يعني وين بجنبي؟ بين يا عمي. هيو 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 جنبك جنبك. وينه؟ يا زلمه وينه يا عمي؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع ارجع. في شطار هيك من جنبي. شو اللي وقع تحت؟ شفت كيف طار من فوقية؟ من فوق راسي مر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عمي هذا تنبيه. هذا رصد بتنقل. اسمه ذهب السارح والرصد عليه. في رصد بالموقع هذا. بس هذا واحنا مش قادرين نتمكن منه يا أبو يوسف. قوي قوي مش سهل. بتحول لحجر، بتحول أبصر إيش. بتطير جنبنا. وين راح؟ هون نزل. هو بالمكان هذا اسمه هو الواد هذا كامل لتحت. خلص يا يوسف. يوسف تعال خلينا نطلع نجيب اشي احمر. يعني نطلع خلاص. يصير فينا اشي. هي 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 هيك ثالث تنبيه عمي او رابع تنبيه كانه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ليش كان اشي واقف هون؟ بسم الله. يلا قول يا رب عمي. يلا يا اخوان بس نطلع 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 ن